افضل واهم فيتامين بيقلل من مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي. سؤال في الاول، هو الكوليسترول ده عدو ولا حبيب؟ خلينا نعرف الاجابه من خلال حلقه النهارده، واللي عارف الاجابه يا ريت يوقف الفيديو لحد هنا ويكتب الاجابه تحت في التعليقات، بس مش تسمع الاجابه في نهايه الفيديو وبعد كده تكتب الاجابه، لا اوقف واكتب الاجابه في التعليقات. خلينا نعرف في البدايه ان الكوليسترول انت بايدك تخليه كده حاجه كويسه وجسمك يستفيد منه، وفي نفس الوقت انت ممكن تخليه كده عدوك او يكون ضدك ويسبب لك مشاكل صحيه للجسم، زي حدوث النوبات القلبيه والسكتات الدماغيه والجلطات الدمويه وتصلب وانسداد الشرايين، ودي الحاجات الوقائيه اللي هنعرفها في نهايه الحلقه. علشان كده تعالوا نتعرف مع بعض على اهم وافضل فيتامين بيقلل من مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، وكمان تعالوا نعرف مع بعض اهم الاسباب اللي ادت الى ارتفاع الكوليسترول في الدم، واخر حاجه الحاجات الوقائيه اللي باذن الله تخلينا نتجنب مخاطر ارتفاع الكوليسترول في الدم. فبعد اذنكم ركزوا معايا جدا جدا لانها تكون حلقه مهمه جدا ومفيده. الكوليسترول عباره عن ماده دهنيه بيصنعها الجسم كروماتيريال، كماده خام لبناء الهرمونات ولكل اغشيه الخلايا وللصفره واصلاح الانسجه التالفه، اللي بيتم نقل الكوليسترول في الدم في اغلفه البروتين زي كده ال LDL اللي هو الكوليسترول السيء او الضار، وكمان ال HDL اللي هو البروتين الدهني عالي الكثافه اللي هو الكوليسترول الكويس او النافع لصحه الجسم، اللي بيساعد في نقل الكوليسترول غير الضروري علشان ينظف يوديه كده للكبد، والكبد يعمل ايه؟ يتخلص من الزايد ده. ومع ذلك في انواع معينه من البروتين الدهني قليل الكثافه ماله ده بيكون خطير جدا. ليه بقى يا دكتور؟ علشان بيحتوي على جزيئات صغيره بتسمى ال SDLDL Small Dense Low Density Lipoprotein. الجزيئات دي كده بتكون اصغر اصلا من الكوليسترول، عندها القدره ان هي ممكن تلزق في جدار الشرايين في البطانه من جوه مع الاستمرار في العادات الخاطئه اللي بنعملها كل يوم، وبالتالي بتسبب تراكم اللويحات او تسبب تراكم البلاك، وبالتالي تزيد خطر الاصابه بمشاكل القلب زي النوبات القلبيه والسكتات الدماغيه والجلطات الدمويه وتصلب وانسداد الشرايين، في حين او احنا ما خدناش اي علاج. وده ياخدنا للنقطه اللي بعد كده، تعالوا نتعرف مع بعض على اهم اسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم. رقم واحد من الاسباب اللي بيكون السبب الرئيسي لارتفاع الكوليسترول في الدم هو الاصابه بالكبد الدهني او امراض الكبد او مشاكل المراره بسبب الفرط في تناول المشروبات الكحوليه والسكر الصريح او السكريات عموما والادويه او السموم، وكمان الجانك فود الاطعمه الجاهزه والوجبات السريعه. الكلام ده كله بيزود الالتهاب في الجسم وبيقلل من الصفره. الصفره يعتبر كده عامله زي المنظفات او بتكون كده بينتجها الكبد والمراره علشان تساعد على تفتيت واذابه الدهون في الجسم وتتخلص من الكوليسترول الزايد في الجسم، فبالتالي هي بتكون كده حاجه زي بتنظف الجسم زي المنظفات. وبالتالي نستنتج ان لو كان عندك مشكله في الكبد او في المراره الصفره مش هتقوم بدورها، وبالتالي هيزيد من مستويات الكوليسترول في الدم. وكمان مع ارتفاع مستويات السكر في الدم مع تناول الدقيق، البسكويت، الكربوهيدرات المكرره، الزيوت المهدرجه، السكريات، الحلويات، وخليني اقول لك ان الزيوت المهدرجه فيها دهون مشبعه غير صحيه، الكلام ده كله هيزود من الكوليسترول الضار في الجسم اللي هو ال SDLDL. رقم 2 من الاسباب فقدان الوزن، بمعنى اي شخص بيساعد على خساره الوزن من الطبيعي في فتره من الفترات مستويات الكوليسترول هتعلى، وده بيكون لفتره معينه من الوقت بسبب ان الجسم بيساعد على تفكيك الكوليسترول اللي بيكون مخزن في الخلايا الدهنيه، ده رقم 2. رقم 3 من الاسباب تلف القناه الهضميه، ومن الطبيعي لو كان عندك تلف في الجهاز الهضمي ده هيسبب ارتفاع الكوليسترول في الجسم، يعني لو كان عندك اي مشكله من المشاكل دي في الجهاز الهضمي زي كده كورون ديزيز او القولون العصبي او حتى التهاب الامعاء. رقم 4 من الاسباب والاخيره، في جين بيسمى CETP كوليسترول استر ترانسفير بروتين، ده بيكون عباره عن طفره جينيه بتسبب من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم طول حياه الشخص، بتكون كده حاجه جينيتك، بتكون كده حاجه وراثيه. وبفكرك قبل ما تنسى، لو فعلا بتستفيد من كل فيديوهاتي يا ريت ما تبخلش عليا باللايك الجميل وتشير الحلقه دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو انت لسه جديد شفت في القناه اهلا وسهلا بحضرتك، انزل تحت عند علامه الاشتراك او السبسكرايب اضغط عليها، هتلاقي كده جنبها علامه الجرس او زر التنبيهات، اضغط على علامه الكل علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بقدمها
أول بأول. ولحسن الحظ في طرق سهلة وبسيطة وطبيعية مع تناول أهم الفيتامينات من خلالها تقدر تقلل من الكوليسترول الضار اللي هو ال SDLDL وتعلي من الكوليسترول الجيد أو النافع ال HDL وتتحكم في مستويات الكوليسترول وتكون صحتك زي الفل وهيلثي. أول حاجة تناول الأحماض الصفراوية اللي بتكون متوفرة في منتج التوتكا، تقدر تحصل عليه كده تطلبه أونلاين من موقع أمازون أو أي هيرب. بيعتبر العلاج الأول والأقوى اللي بيقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، علشان الأحماض الصفراوية اللي ممكن تقدر تستهلكها كده يوميا معاك لحد من 3000 أو 4000 ملي جرام في اليوم، ده بيساعد الجسم على معالجة الدهون وبيتخلص من الكوليسترول الزايد في الجسم. خليني أقول لك إن الصفرة دي عبارة عن سائل بيصنعه الكبد والمرارة عشان يساعد على إذابة وتفتيت الدهون في الجسم ويساعد على تنظيم الكوليسترول في الدم. ومن هنا ده يوضح ان انت لو عندك مشكلة ما، زيادة في الوزن، عندك امراض الكبد، عندك كبد دهني، عندك عسر هضم، انتفاخ غازات، او حتى مشاكل في المرارة، مع تناول املاح الصفرة او الاحماض الصفراوية هتساعد بشكل كبير في التغلب على المشاكل دي ويساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول. خليني اقول لك كمان مع تناول املاح الصفرة ده بيمنع من تبلور الكوليسترول وبيمنع كمان من تكوين حصوات المرارة. بالإضافة مع تناول مكملات الصفرة بيساعد على امتصاص أهم الفيتامينات اللي بتكون فات سولوبل، الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون زي فيتامين ألف ودال وه وكاف اتنين، ودول كلهم عناصر غذائية أو فيتامينات بيساعدوا على حماية القلب وبيمنعوا من تكوين الترسبات داخل جدار الشرايين، وبالتالي بيقللوا من مستويات الكوليسترول في الجسم. رقم اتنين، فيتامين ب3 اللي بيعرف باسم النياسين. من احد المخاطر الرئيسيه لارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم ان في انواع معينه اسمها ال SDLDL، هي دي بقى اللي بتكون كارثه، جزيئات كده صغيره عندها القدره ان هي تلزق داخل جدار الشرايين الداخليه في البطانه من جوه ويحصل لها اكسده، ودي الكارثه اللي بيخلي كده الشرايين فيري ستيف، شديدة جدا ومتصلبة، وبالتالي بتبدأ تكوين اللويحات أو البلاك، وبالتالي الكلام ده بيعيق من حركة الدم أو بيمنع من تدفق الدم اللي بيترتب عليه النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب وانسداد الشرايين. ومع ذلك مع تناول مكملات فيتامين ب3 ماله من أفضل وأحسن مضادات الأكسدة الطبيعية اللي بيحمي القلب وبيمنع من النوبات القلبية، وثبت في الدراسات ان هو بيقلل من مستويات الدهون الثلاثية بسرعة كبيرة جدا، وبيقلل كمان من ال SDLDL ودي حاجة مهمة جدا ومفيدة، وبيحسن من ال HDL اللي هو الكوليسترول النافع او الجيد. وتقدر تستهلك في اليوم 500 ملي جرام من فيتامين B3 اللي بيعرف باسم النياسين مش النياسينامايد، اللي بيساعد على توسيع الاوعية الدموية وبيفتحها، وبالتالي بيساعد على تدفق الدم بشكل طبيعي. رقم 3، التوم او مستخلص التوم. ولحدث ولا حرج عن فوائد التوم، من افضل الحاجات العلاجية لصحة القلب وبيتحكم في مستويات الكوليسترول. وضحت احدث الدراسات ان مع تناول مستخلص التوم بيقلل بشكل طبيعي من مستوى الكوليسترول في الجسم وتحديدا الكوليسترول الضار، وكمان بيمنع من تكوين ترسبات الكالسيوم والكوليسترول في الشرايين، ودي حاجة في غاية الأهمية. فلذا نصيحة مني ليك يا عزيزي، حاول كده تبلع كده يعني في اليوم فص أو فصين على الريق من الحاجات اللي هتساعد بشكل كبير إنها تحفز الكبد على إنتاج المزيد من الصفرة اللي بتساعد على معالجة الدهون، وبالتالي بتخلص من الكوليسترول الزايد في الجسم وبتنظم مستويات الكوليسترول. بالإضافة إن كمان التوم أو مستخلص التوم ليه تأثير إيجابي إنه بيقلل من ضغط الدم أو بيتحكم في ضغط الدم، بيقلل من الالتهابات في القلب وكمان في الجهاز القلبي الوعائي. طب انا يا دكتور اصلا واحد مش بحب طعم الثوم ولا بطيق ريحته، مفيش مشكله، تقدر تحصل على مستخلص الثوم معاك لحد في اليوم تقدر تستهلك 2400 ملي جرام، وتحديدا كده من الثوم المعتق علشان يساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول. رقم 4، فيتامين سي كومبلكس، مركب فيتامين سي. عبارة عن مجموعة أساسية من العناصر الغذائية اللي لازم وضروري تاكلها بشكل يومي في نظامك الغذائي، دي بتساعد على بتحافظ وبتنظم مستوى الكوليسترول الصحية في الجسم، لأنها بتعتبر كده من أفضل وأحسن وأقوى مضادات الأكسدة. يعني بتعمل إيه؟ يعني بتمنع من الأضرار والالتهابات في الطبقة الداخلية للشرايين، وبالتالي بتحد من تراكم البلاك داخل جدار الشرايين، وبتمنع من التصاق ال LDL داخل جدار الشرايين.
طب ليه؟ علشان اهم وظيفه لمركب فيتامين سي بيحول الكوليسترول والاحماض الصفراويه في الكبد عن طريق تنشيط انزيم بيسمى السيفن الفا هيدروكسيليز. طيب الاقيه فين ده يا دكتور؟ غني جدا فين؟ في الفواكه والخضروات النيه زي الفلفل الحلو والفراوله ومخلل الملفوف والملفوف والخضروات الورقيه الخضراء والليمون والجريف فروت، وكمان تقدر تستهلكه كمكمل تقدر تشتريه يعني من موقع امازون او اي هيرب. رقم 5 والاخيره مركبات الفايتوستيرول. في حين انت كنت شخصت وكان عندك مستويات الكوليسترول عاليه وتحديدا ال LDL الكوليسترول الضار، ما تقلقش. طبعا العرض بيكون ليها المشاكل الصحيه على صحه القلب، ولكن خليني اقول لك ان مركبات الفايتوستيرول دي مركبات بتشبه الكوليسترول في بنيه الخلايا، يعني بتتكون من النباتات. دي مالها بقى؟ عندها القدره ان هي بتقلل من امتصاص الكوليسترول من الطعام بتاعك من خلال التنافس في الامعاء الدقيقه. يعني بدل ما الكوليسترول يمتص في الامعاء الدقيقه، لا، المركبات دي بتحل محلها، والكلام ده بيساعد على اعاده مستويات الكوليسترول لمستوياتها الطبيعيه من خلال تناول زيت الزيتون البكر. يعني لو اخدت لك كده مثلا معلقه او معلقتين كده الصبح كده تشربهم من الحاجات الممتازه جدا، بس اتاكد ان هو يكون زيت زيتون بكر، او حتى ممكن تحطه على طبق السلطه. وكمان استهلاك ان كان اللوز او الجوز 3 أو 4 حبات في اليوم من الحاجات الممتازه جدا. وكمان تناول حفنه من بذور اليقطين من الحاجات الكويسه. ده بالنسبه للحاجات الطبيعيه. اما لو انت عايز تستهلك الفايتوستيرول، تقدر تستهلك كمكمل من البيتا سيتوستيرول معاك لحد 130 ملي جرام في اليوم من الحاجات اللي هتكون كويسه جدا لاعاده تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم. ونيجي لاخر سؤال في حلقه النهارده، ايه هي الحاجات الوقائيه اللي تساعدني في التحكم في مستويات الكوليسترول في الجسم وتقلل من مستويات الكوليسترول المرتفعه في الجسم؟ او بمعنى، احنا قلنا في بدايه الحلقه الكوليسترول عدو ولا حبيب؟ هو الشكلين، عدو وحبيب. بمعنى يا دكتور انت كده عايز تلخبطنا؟ اكيد لا. لو انت يا عزيز اعتمدت في نظامك الغذائي على اكل غير صحي وعادات خاطئه بتعملها كل يوم، هيكون بالنسبه لك عدو ويسبب لك المشاكل الصحيه. اما لو انت اعتمدت في نظامك الغذائي على حاجات صحيه وحاجات اللي بتاكلها بتفيد جسمك، هيكون بنسبه 100% صحي ومفيد لصحه الجسم في الحاجات اللي احنا ذكرناها لاهميه الكوليسترول. اول حاجه من الحاجات الوقائيه اللي عايزك تعملها تحسين صحه الكبد. ليه؟ علشان الكبد ليه دور مهم جدا، بيساعد انه بيخلص الجسم من الزايد من الكوليسترول وبيحسن مستويات الكوليسترول في الجسم. زي تناول الفجل، الزنجبيل، الكرفس، الثوم، النعناع، الشاي الاخضر، وخلي التفاح العضوي. الحاجات دي كلها بتساعد بشكل كبير على تحفيز الكبد علشان ينتج ماده الصفره اللي بدورها بتساعد على تكسير الزايد من الكوليسترول والدهون الثلاثيه. دي رقم واحد. رقم اثنين، استبعد الاطعمه المصنعه اللي بتزود الالتهاب في الجسم، ولو زاد الالتهاب هيزيد الكوليسترول الضار وتسبب لك المشاكل. ابعد عن السكريات والحلويات والمعجنات، مشروبات الصودا والكحول والحبوب والدقيق، حتى كمان الاطعمه الجاهزه، الكلام ده كله بيزود الالتهاب وبيعلم مستوى الكوليسترول الضار في الجسم. رقم ثلاثة، ابدا في تناول البروتينات الصحيه عاليه الجوده، زي كده تناول السلمون البري والسردين او المكاريل، وكمان حتى كده لحوم البقر اللي بتكون متغذيه على الاعشاب. عموما الاسماك الدهنيه فيها الاوميجا 3 بتكون احماض دهنيه اساسيه بيحتاجها الجسم وبتكون مفيده جدا لصحه الجسم ولصحه القلب. حتى كمان لحوم البقر المتغذيه على الاعشاب بتكون من الحاجات الاطعمه اللي فيها ماده الليثيثين، وتحديدا كده في صفار البيض اللي بيقلل من الكوليسترول الضار وبيساعد على تنظيف الكبد من الدهون. رقم 4، زود في نظامك الغذائي اكل الالياف الغذائيه والبروبيوتيك اللي هي البكتيريا الصديقه، زي تناول الفلفل الحلو والافوكادو ومخلل الملفوف والكيميتشي والكرفس والثوم والخضروات الورقيه الخضراء، كل الخضروات الورقيه الخضراء. منها الحاجات دي الياف، ومنها كمان مضادات اكسده مفيده جدا وصديقه لصحه القلب وبتقلل من مستويات الكوليسترول. رقم 5، ممارسه التمارين الرياضيه اللي بتساعد على زياده تدفق الدم وبتقلل من مستويات الكوليسترول، وكمان بتقلل من نسبه السكر في الدم. حتى انت كده لو تقدر تمشي كده كل يوم ربع ساعه تلت ساعه على مدار الاسبوع، ساعتين ساعتين ونص، كافلين جدا ان هم يحسنوا الجسم ويقللوا من مستويات الكوليسترول الضار، وكمان يقللوا من مستويات السكر في الدم. حتى كمان لو تقدر كده تجري يعني مثلا مرتين او 3 مرات، تعوض مثلا مكان المشي من الحاجات الممتازه. تمشي على مدار الاسبوع مثلا
تلت ساعة في اليوم أو ربع ساعة كويس جدا، تجري الحاجات دي كلها كويسة، أو حتى مثلا لو نزلت كده الجيم وعملت تمارين الكارديو أو حتى كده تمارين خفيفة، الحاجات دي كلها بتساعد على إزالة التدفق الدم وبتقلل من نسبة الكوليسترول الضار. رقم 6 والأخيرة، نام لعدد ساعات كفاية، الطبيعي من 6 ل 8 ساعات، ما تنامش أقل من كده، لأن النوم بيدي أول حاجة راحة لجسمك، منها كمان بيعمل استرخاء للجسم، وكمان بيساعد على كده إعادة ضبط المصنع من أول وجديد، وبالتالي بيقلل كمان من التوتر، لأن لو زاد التوتر في الجسم هيزيد الالتهاب، ولو زاد الالتهاب هيؤثر على الجزيئات الصغيرة، وبالتالي هيزود من الحساسية للقلب وصحة الشرايين، وبالتالي ممكن يزود من ارتفاع الكوليسترول في الجسم. ولكن لما تنام عدد ساعات كفاية هيقلل من التوتر، مش هيبقى فيه التهاب، وبالتالي هتحافظ على صحة القلب والشرايين. بس كده كنت وصلت لحد نهاية الحلقة، أتمنى من كل قلبي لحضراتكم الصحة والسلامة. لو استفدتم من الحلقة دي ومهتمين بمواضيع تانية كتير، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل، وتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو أنت لسه جديد بتشاهد في القناة، أهلا وسهلا بحضرتك، اعمل اشتراك أو سبسكرايب، فعلوا علامة الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بقدمها أول بأول. ولو كان عند حضراتكم أي أسئلة واستفسارات، إن كان الحلقة دي ولا حلقات قبل كده قديمة فاتت، اكتبوا لي كل أسئلتكم تحت في التعليقات، وأنا هكون مبسوط جدا وسعيد بالرد على أسئلتكم. ولو في اقتراحات من حضراتكم أنا تحت أمركم، وأشوفكم على خير الحلقة اللي جاية.